أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل يريد العمرة عن والده ويحج عن نفسه في سفر واحد، فهل يعتبر متمتع يلزمه الهدي أم أنه يعتبر مفردا؟ يعتبر متمتعا ولو كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، يعتبر متمتعا لأنه جمع بين عمرة وحج في عام واحد فيكون متمتعا. نعم.